بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد إن شاء الله الموضوع العاشر واللي اسمه طرق حل مشكلات الأسرة. تعالوا قبل ما نتعرف على مشكلة الأسرة، هي إيه معنى المشكلة؟ يعني إيه الكلمة دي؟ المشكلة هي موقف ما يمر به الفرد ويحتاج لمواجهته علشان يصل للحل المناسب من خلال مراحل التفكير العلمي. طب خطوات حل المشكلة بشكل علمي: نمرة 1، نحدد المشكلة بتاعتنا. نمرة 2، نعرض أكتر من حل للمشكلة وأكتر من وجهة نظر. نمرة 3، أحدد إيجابيات وسلبيات المشكلة. نمرة 4، أختار أحد أفضل الحلول لمواجهتها وحلها إن شاء الله. طب تعالوا نتكلم بند. تحديد المشكلة: عندما نواجه مشكلة يشعر الفرد بإيه؟ بالقلق والتوتر، ويجب علينا تجزئة المشكلة إلى أجزاء أصغر وأبسط. زي مين؟ مرض أحد أفراد الأسرة لا قدر الله، فيجعلك إن أنت تقوم بدور إضافي علشان تعوض دوره بجانب دورك في مذاكرة واجباتك المدرسية كتلميذ. طيب البند التاني: إننا نفكر في أكتر من حل. علينا التفكير في أكتر من حل للمشكلة. طب ده بيتطلب إيه؟ إننا ممكن أجل شؤون المنزل أو أقوم بها بنفسي. طب لو مش قادر استعين بأحد الأصدقاء والأقارب علشان يساعدك في حل المشكلة. النقطة التالتة: لازم نحدد الإيجابيات والسلبيات. كل حل من حلول المشكلة تلاقي سلاح دين، له إيجابيات وله سلبيات، له حاجات حلوة وحاجات وحشة. مثلا لو أنا أجلت شؤون المنزل، إيجابياته إنه هيقلل من عملي في الوقت الحالي. طب سلبياته: هيزود الأعمال والأعباء على فرد آخر في العيلة. طب لو أنا أجلت واجباتي المدرسية، إيجابياته إن أنا أقدر أقوم بشؤون المنزل، سلبياته إن أنا ممكن أروح للمدرسة بدون أداء الواجبات وأسأل عنها. رابعا اختيار أحد الحلول. بعد ما عرضنا الحلول وعرفت إيجابيات وسلبيات كل بند، علينا نختار أفضل الحلول من خلال المعلومات المتوفرة. اديني مثال: أريد أن أصبح عالمة زرع عندما أكبر. مين اللي بيقول الكلام ده؟ مي، ولكن درجاتي مش حلوة في العلوم. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ أنا هقترح حلين. حد قال نركز بقى على مادة العلوم في الفصل وفي المنزل. واحد تاني قال لا، ده نتفرج على دروس العلوم على اليوتيوب أو في التلفزيون في القنوات التعليمية. يبقى الاقتراح: يجب علينا القراءة والاطلاع في كل ما يخص العلوم من أبحاث وتجارب، سواء كتب أو عبر شبكة الإنترنت. طب ده اقتراح، هو اقترح عليك. هنا عايزك انت بقى تقترح اقتراح آخر علشان تقدر تصبح عالم بإذن الله. عندنا ولد اسمه سيف. فين سيف؟ ادي سيفه. ماله؟ عنده كتير من الواجبات المدرسية ومش قادر ينجزها في وقت مناسب، علشان كده مش قادر يواجه الحل وعنده صعوبة في التركيز. طب نحل ازاي؟ قالوا له ابذل مجهود كبير وسهر علشان تغطي واجباتك المنزلية. حل تاني: اتكلم مع المعلم عن المشكلة وقول له يساعدك ويحل معاك ازاي. طب اديني اقتراح. نقول له يا سيف نظم وقتك وحدد وقت الإنهاء واجباتك الخاصة بكل مادة، وعايزك انت تقول اقتراح من عندك. ادي سيف. ونيجي للولد الثالث يوسف. يوسف ماله؟ بيقول انا قلقان على صحة أسرتي، فجدي لا يمارس الرياضة بشكل كاف. ده مين دون؟ ده يوسف. وده مدون؟ ده الجد، فبيمارس الرياضة ويوسف خايف على جده. طب ادينا اقتراح. قال لك ممكن نقوم ببعض الأنشطة البدنية للأسرة ونشارك كلنا جماعة في المنزل بشكل خفيف وبسيط.
أو ده حل. حل تاني، يجب عليه أن يتحدث مع والديه في الموضوع علشان يشاركهم معاه في الصحة العامة للأسرة. طب اديني اقتراح، يجب أن يذكر للأسرة إيجابيات الرياضة وممارستها وإزاي وقد إنها مفيدة لصحة الجسم. وعايزك أنت تحط اقتراح آخر. كده خلص درسنا اسمه بعض المشكلات والحلول المقترحة. ده الدرس العاشر في الوحدة الأولى من منهج المهارات المهنية للصف الرابع. يا رب يكون الدرس بسيط وسهل، وانتظروا الدرس الحادي عشر المرة القادمة إن شاء الله. ولايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.